وخيراتها منا، هالأرض منا ودمنا منها وغلاتها وخيراتها منا، إيماننا بالحب كونها لما إله الخير كوننا. الحب صورة مصغرة عنا، والعزم صورة مصغرة عنا، شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا اتمرنا. يسعد صباحك سالي. يسعد صباحك الحلو سالي. يلا لنا زمان ما طلعنا انا وانت مع بعض، صباحنا ان شاء الله يكون اليوم حلو. ان شاء الله يا رب. بدنا نصبح على جميع من انضم لرحلتنا الصباحيه لليوم، يسعد صباحكم جميع مشاهدينا، حضروا فنجان القهوه واكيد كونوا كلكم هيك دائما متفائلين، واكيد يكون في امل بيومكم ونشاط، وان شاء الله يكون بيحمل هذا اليوم كل الخير لكم وين ما كنتوا. اكيد بدي ارجع صبح على سالي. يسعد صباحك سالي. يسعد صباحك، صباحك طاقه ايجابيه اكيد، وصباح كل مشاهدي الاخباري السورية اللي انضموا لنا بمشوارنا الصباحي لليوم. كل يوم منترافق ضمن هذا التوقيت لنقدر نحقق إفادة ورسالة ضمن فقرات صباحنا لليوم. إن شاء الله النهار يكون دافي لقلوبكم لبيوتكم، إن شاء الله السعادة ما تفارقكم، والبسمة خلوها مفتاح حياتكم. رح نروح لفقرات عديدة ومتنوعة معك زينب. رح نبدأ محطتنا الأولى لليوم. رح نبدأ محطتنا الأولى سالي ونقلب وراء روزنامة التاريخ ونشوف شو تسجل من أحداث 5 شباط. خلونا نشوف مع بعض. اليوم 5 شباط، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. مثل اليوم من عام 1777 ولاية جورجيا الأمريكية تقرر إلغاء توريث العبيد كخطوة في اتجاه إلغاء الرق تماما، وبعام 1794 إلغاء العمل بنظام الرق في فرنسا. ومثل اليوم من عام 1974 مركبة الفضاء أبولو 14 تهبط على سطح القمر، وبعام 2017 المنتخب الكاميروني لكرة القدم يفوز على نظيره المصري بنتيجة 2-1 ويتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة 5 في تاريخه. ومن الشخصيات اللي سجل اليوم تاريخ ولادته، فبعام 1952 فاروق الفيشاوي ممثل مصري، وبعام 1985 كريستيانو رونالدو لاعب كرة قدم برتغالية، وبعام 1992 نيمار لاعب كرة قدم برازيلي. وبتاريخ اليوم 5 شباط تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات، فبعام 1962 جاك إيبرت موسيقي فرنسي، وبعام 1999 فاسيلي ليونيتيف اقتصادي أمريكي من أصل روسي حاصل على جائزة نوبل بالعلوم الاقتصادية بعام 1973. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت ب5 شباط. نهاركم سعيد. يعني زينب كل شيء بيخطر على البال إلا أنه الهواء ينباع. هي الظاهرة يمكن كانت مادة تقدم بالكافيات اللي هي الهواء، هذا الشيء ما كان مجرد أنه نحن نتخيله، لا كان غير منطقي. هذا الشيء عم بيصير بالهند، كيف وليش هالشيء رح نعرفه ضمن أخبار جولتنا المنوعة لليوم. بداية أخبارنا المنوعة لليوم رح نبداها من بلغاريا، فمن المعروف أن الرسم حالة إبداعية تتطلب وعياً دقيقاً بالأبعاد والألوان ودرجاته المختلفة
بالإضافة إلى الأفكار، ولكن أن يكون الفنان أو الرسام المبدع أعمى أو كفيف فهذا الأمر بغاية الصعوبة، ولكن فقدان البصر لم يحل دون أن يتمكن رسام برتغالي من وضع اللمسات الأخيرة على لوحاته. الرسام ستامين بلغ من العمر 76 عام، أصيب بالعمى فجأة في عام 2015، فقد الأمل تماماً في العودة إلى الرسم في البداية، ووصل إلى حالة من اليأس جعلته يفكر في الانتحار. لكن ستامين الموجود في جنوب بلغاريا حول لوحاته المليئة بالحيوية إلى ألوان ومناظر طبيعية وأخرى تجريدية، واكتشف أنه لا يزال هناك سبيل لمواصلة الرسم بعد أن مرت أصعب لحظات الأزمة. وإلى خبرنا التالي لليوم، هل تعلم ما هي أغلى قهوة في العالم؟ هذه القهوة تزرع في بنما، قهوة جيشا الشهيرة التي تعدى سعرها $1,000 للكيلو الواحد. هذا البن الفريد يتميز بمذاق سلس وبنكهة الفاكهة، كما أنه يحتوي على قدر أقل من الكافيين. وإلى الصين، انتهت عمليات بناء مستشفى طوارئ يضم 1000 سرير أنشئ خصيصاً لعلاج مرضى فيروس كورونا في الصين. وقالت وسائل الإعلام الصينية أنه شيد في نحو 8 أيام فقط وأصبح جاهزاً لاستقبال المرضى اعتباراً من يوم الاثنين، وتبلغ مساحة المشفى 269,000 قدم مربعة، وهو واحد من مبنيين جديدين أنشئ في ووهان في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ. وإلى ألمانيا، أظهرت حديقة حيوان برلين لأول مرة للجمهور توأمي الباندا حديثي الولادة، واصطفت طوابير من الزوار الشغوفين بهذه الحيوانات اللطيفة في طوابير طويلة لرؤية صغيري الباندا. وإلى خبرنا الأخير لليوم، فبعد أن أصبح التلوث من أهم المخاطر التي تهدد حياة أكثر من 25 مليون نسمة في نيودلهي، تراجعت جودة الهواء في بعض مناطق المدينة إلى مستويات خطيرة، مما دفع أحد المهتمين لافتتاح أول محل من نوعه لبيع الهواء النقي لرواده. تالي، مسرح خيال الظل هو من الفنون الشعبية المحببة لقلب الجميع، لأنه بيحكي عن طبعا حال الناس بطريقة ترفيهية وبسيطة. اليوم زينب عم نشوف إعادة إحياء هذا الفن اللي عم بيكون موجود ضمن فعاليات جمعية لبلادي وضمن برنامج التراث الحي اللي عم بتقوم فيه الأمانة السورية للتنمية. كان العرض مبارح لأماتنا المسنات بجمعية القديس غريغوريوس. خلونا نروح لنتابع الأجواء ونرجع. صار في توثيق للعنصر عند اليونسكو،
عملنا دورة تدريبية تعلمنا فيها كيف نصنع الجلد، كيف نتعامل مع الجلد اللي يعني معالج، كيف نرسم عليه لونه له ألوانه الخاصة. بنوصل لمرحلة أزرار التحريك وتحريك العصي، الوضع النهائي اللي مثل ما شفتوه هو تغيير الأصوات بحيث أنه أنا فينا يلعب دور ست كبيرة وست وبنت صغيرة، دور رجل ممكن بمكان ما. العرض كان بعنوان اللي ماله كبير ماله تدبير. طبعا احنا بنحاول نكيف القصص بطريقه تكون مستهدفه للجماهير او الجمهور الموجود، فبطريقه تفاعليه بننقل القصه بنطورها بقالب جديد لحتى تصير تفاعليه مع الجمهور وترضي رغباتهم واذواقهم. السيدات اللي عم نلتقي فيهم ونجتمع فيهم بهذا الصباح الحلو هن الرمز للعطاء، هن اللي علمونا معنى العطاء والمحبه للاسره والبيت والوطن والابناء. ردنا انه نوصل هذا الحب يلي جوا قلوبنا عبر اهم عنصر من عناصر التراث السوري اللامادي يلي هو مسرح الخيال الظل، لذلك تشاركنا بالعمل مع الامانه السوريه للتنميه وبرنامج التراث الحي، كونه هو احد المسارح والفنون الشعبيه يلي قادر انه يوصل رساله بكل جمال اللي بيحمله الفن السوري. خيال الظل هدفه الاساسي هو يوصل رساله جميله لكل المجتمع، وهون نحن شفنا شيء جديد اللي دخل على خيال الظل هلا من جديد بعد ما تسجل من كعنصر باليونسكو، انه صارت السيده هي مخايله، صارت السيده هي المخايل وهي اللي بتقدر تحرك الدميه وتوصل رسالتها هي كسيده مخايله. تالي ولا نحكي بشكل موسع أكثر عن هالعرض وعن طبعا خيال الظل. معنا السيدة روبا ميرزا رئيس مجلس إدارة جمعية بلادي، وسيد نبيل مدري نائب رئيس جمعية القديس غريغوريوس رعاية الأيتام والمسنين. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. هلا، يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم استاذ نبيل مدري والاستاذه ربا ميرزا. يعني امبارح كنا بفعاليه، هذه الفعاليه غير انه نحن عم نشوف فيها عرض لخيال الظل، كان في رساله، كنا عم نشوف الابتسامه على وجوه الامهات المسنات يمكن اللي هن دائما قدوتنا. قديش هذه الرساله مهمه انه نحن نعطي لنقدر نرسم البسمه. حقيقة هو جزء من أهداف جمعيتنا، جمعية لبلادي. جمعية لبلادي بتآمن أسرتها أنه لبلادي علمي عملي عطائي، ومن خلال العطاء استهدفنا السيدات المسنات. فكانت شراكتنا مع الأمانة السورية للتنمية برنامج التراث الحي، وتعاوننا مع فريق ظلال اللي هن فريق عم يتدرب ليحصل على هي الشهادة بهذا الفن المسرحي الهام جدا واللي بيحافظ فيه على التراث. فريق ظلال فعلا عم يشتغلوا شغل مجد وعم يتعبوا كتير على حالهم، بالإضافة لاستضافة كريمة من جمعية القديس غريغوريوس. لجنة عائلتنا والأستاذ نبيل استضافونا لنقدم هذا العطاء لسيدات بيعرفوا معنى العطاء، سيدات بعمر كلهم بيتجاوزوا 60 سنة قدموا لشغلهم لأسرتهم لوطنهم عطاءهم ومحبتهم، وكان يوم حلو أثر كتير فيهم، حسوا بأهميتهم، بأهمية استمراريتهم أنه هن موجودين. وحتى الحكاية اللي تناولتها الحكاية من بلادي كانت عم تأكد على هذا العمر وأهميته واستمراريته بالعطاء. نعم سيد نبيل، خلينا نحكي شوي، يعني كانت المواضيع هي حكاية عن دمشق عن واقعنا، فخلينا نحكي شوي كيف تم اختيار هالمواضيع. هلا أول شيء نحكي شوي عن جمعية قديس غريغوريوس. هي تأسست من 1912 تهتم بالأيتام والمسنين. النشاط اللي لجنة عائلتنا تقريبا من 15 سنة بلشنا بهذا النشاط من ضمن فعاليات الجمعية. هالنشاط اهتمامه بكبار السن، متقاعدين، هاللي قاعدين ببيوتهم، هاللي ما عندهم حدا يعني يسليهم يطلعهم ببيوتهم، حتى للنزلاء تبع الدار الموجودين عندنا بالدار
كمان بينزلوا بيستفادوا من هاللقاءات من هالنشاطات اللي عم تصير. لجنة عائلتنا نشاطاتها متنوعة، عم تقدم خدمات لهالعمر هاد، ممكن نشاطات طبية تهم صحتهم، ممكن نشاطات ثقافية مثل امبارح كان نشاط اجتماعي ثقافي كتير حلو، ممكن نشاطات ترفيهية، رحلات، ممكن لقاءات مع فنانين كبار، يعني متنوع النشاط بشكل كامل. والناس اللي عم بيجوا يتابعوا النشاط، صار لهم في منهم صار لهم من وقت ما بلشنا، وصارت بالنسبة لهم كل نهار ثلاثة، نحن بنجتمع نهار ثلاثة مقدس، يعني لو شو ما كان عندهم هذا النهار لهالنشاط هذا. طبعا مبسوطين، في لجنة من السيدات كمان هن عم بيهتموا فيهم، عم بيحضروا لهم النشاطات بالتنسيق مع جمعية غريغوريوس، يكون متنوع، بيتواصلوا معهم، صاروا يحبوهم مثل بناتهم، وهن نفس الوقت السيدات عم بيحبوهم مثل أهلهم. تلاقي كيف في مبارح تواصل بيناتهم، كيف بينبسطوا فيهم، كيف بيحاكوهم، كيف بيخلوهم يشاركوا، بيخلوهم يغنوا، بيخلوهم يرقصوا. حلو. يعني هذا النشاط أخذ حيز كتير حلو بالجمعية، وإن شاء الله لقدام عم نستمر. يعني إن شاء الله كان شفنا هاي الألفة بينهم بين السيدات، دائما جو العائلة الوحدة بيفرد نفسه، وخاصة إذا كان في محبة بين السيدات وبين بعض، هيك مشان هيك سميناها عائلتنا. عائلتنا تمام. أستاذة ربا، خلينا نحكي عن المسرح، مسرح خيال الظل. كلنا منحب المسرح، والمسرح محبب لقلب الجميع ابتداء وقت ما كنا صغار نحضر مسرح العرائس. صحيح. في رسالة بدنا نوصلها للجميع، شو كانت الرسالة للأمهات المسنات؟ الرسالة اللي استهدفناها هي رسالة محبة، رسالة عطاء، رسالة تربوية، إنه أهمية التربية في الأسرة، وأهمية وجود الجد والجدة في تربية الأولاد. نعم. ولاحظنا أنه مبارح أنه الطفل بسن المراهقة كيف كان عنده مثل احتجاج على تربية أهله، كيف الجد والجدة حاولوا يقوموا هذا الاحتجاج، بالإضافة لأظهرنا فيها جمال بيت الجدة، وهو جمال البيوت الدمشقية القديمة اللي فيها مثل ما قلنا الياسمينة بريحتها، الورد، الأكل الطيب، الألفة، المحبة، وهذا ما يميز أسرتنا السورية. والحقيقة ومبارح أشرنا لأنه حتى الحرب اللي مرينا فيها حاولت تستهدف هذا النسيج، النسيج الاجتماعي المهم، العلاقة الأسرية القوية الموجودة في سوريا، جمال بيوتنا. لازم نحاول نحافظ عليها من خلال الفن، لأنه الفن هو أسهل طريق لإيصال الرسالة وألطف طريق لإيصال الرسالة لأكبر عدد ممكن. كيف كان رد فعل الأمهات لما شافوا هذا العرض من وحي الأسرة السورية؟ امبارح كان تفاعل، يعني من أكثر اللقاءات اللي خلال 15 سنة اللي حسينا فيه تفاعل من الحضور مع هالنشاط اللي صار، لأنه بيمسهم بالفعل. كان الموضوع، نحن طبعا نسقنا مع جمعية لبلادي مشكورين قبل فترة، وشافوا شو المواضيع اللي ممكن تهم الشريحة الموجودة باللقاء، وكان الاختيار الموضوع كتير موفق بالنسبة لهم، مشكورين. عطاء يعني خلاهم انه يحسوا حالهم هن الموجودين بهالمشهد هذا، صاروا يشاركوا حتى في اغاني، مثلا الست غنتها صاروا يغنوا مع امثال الشعبيه الدمشقيه، يبلشوا فيها مثلا بالمشهد هن يتابعوها يكملوها. كان تفاعل كتير حلو، كانوا كتير مبسوطين، حتى هن بعد ما خلص العرض هن وطالعين التشكر اللي جانا منهم انه شو هالحلو، يعطيكم العافيه، كثير انبسطنا، كان شغله كثير رائعه. هي بتخلي الواحد يحس دائما بفرح، ونحن مهمتنا نقدم لهم الفرح لهالشريحه من المجتمع، كبارنا
صحيح، هذا هو فرح العطاء، بس نحن نعطي هو كمان فرح لإلنا، غير أنه هن فرحوا السيدات. رح نرجع لإلك مدام روبا لنحكي عن عنوان العرض. كان عنوان العرض جميل، اللي ماله كبير ماله تدبير. أكيد الأمهات كلهم انبسطوا بهذا العنوان، أنه مزبوط دائما الأم والسيدة الكبيرة دائما بتحب تعطي النصيحة وبتحب حدا يرد عليها، يعني أولادها أحفادها. اللي كان قديش كان مهم انه نحن نحط هذا العنوان ضمن هالمسرح اللي بيلامس الجميع، يعني كل فئات العمريه. صحيح، حتى العنوان الاساسي هو حكايه من بلادي، حكايه متنوعه. كانت اهم حكايه هي حكايه الاسره السوريه، الاسره اساس كل مجتمع. نعم. والاسره السوريه المتماسكه هي اللي انقذت سوريا، وتماسكها هو اللي عطى سوريا هي القوه. ونحن واجبنا كجمعيات أنه نشجع الأسرة على هذا التماسك، على البقاء، على النصيحة اللي لازم هاي الأجيال يستفيدوا منها من أمهاتهم ومن الجدات طبعا. فكان هذا هو العنوان. تمام. نعم، لكان كثير من الفعاليات خلينا عم ترعوها بالدار لرعاية الأيتام والمسنين. بدنا منكم كلمة أخيرة هيك قبل ما نختم لقائنا. احنا الطلب دائما انه الله هيك يديم السلام والهدوء على بلدنا، لانه بلدنا كتير حلوة، فيها محبة، فيها عطاء، فيها تواصل. الجمعية رغم كل الظروف اللي مرقت، ونحن تقريبا كنا تقريبا على خط نار القذائف اللي نزلت على الدار، ضلينا عم نستمر بالعطاء، ضلوا العالم عم بيجوا تحت القذائف، السيدات الكبار السن، حتى في بعض الرجال، يعني مو بس سيدات، كانوا في اباء كبار، ضلوا تحت القذائف عم بيجوا رغم كل الظروف، عم بيجوا لانه حسوا في فرح، في عطاء، في محبه. اكيد، وهدول كل العالم حاجه لها. نحن هي مهمتنا يعني، وهذا الهدف الإنساني تبعنا، أنه أكيد نزرع العطاء والمحبة إن شاء الله يا لكل رب. الناس، والله يديم السلام على بلدنا. أستاذة ربا بتحبي تحكي شيء؟ أبدا، بس بقول أنه أكيد نحن أملنا هو السلام بسوريا. أكيد إن شاء الله. أكيد. إن شاء الله يا رب السلام دائما بيكون موجودة بسوريا، بكل المحافظات السورية، يا رب. بكل أكيد. سوريا. شكرا لوجودكم معنا لأيكم. وهيك شكراً تحيتنا لكم، لكل الكادر اللي عم يشتغل من وراء الكواليس حتى ينجح أي فعالية يا عم تقوموا فيها. احنا على فكرة جميع اللي عم بيشتغلوا بالجمعية العام، يعني أعضاء الجمعية، أعضاء اللجان، كلها متطوعة، يعني بيتركوا أشغالهم، كلهم عندهم مهام، عندهم عيال، حتى السيدات اللي عم يجوا للجنة عيلتنا بيبدوا أي شيء قبل بيتهم ليجوا يتموا هالنشاط هذا. يعني هذا كتير مهم، العمل التطوعي هو أكيد أساس كل شيء. أكيد. يعني دعم العمل المجتمعي التطوعي هو هدف. نعم. من أهدافنا. أكيد. كل الشكر لكم، نحن كتير مبسوطين أنه كنتوا اليوم معنا، وأيضا مبسوطين بالعرض اللي كان مبارح، لأنه نحن كل الإخبارية السورية كانت موجودة. بتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله يا رب منشوفكم بفعاليات أكيد أخرى. شكراً. كل الشكر. شكرا شكرا شكرا, شكراً. سالي عقود مضت طبعا إذاعتنا السورية عم تبث بعطاء مثمر إذاعة دمشق، يعني بعيدة 73 عمل في الإذاعة منذ تأسيسها قامات كبيرة. خلينا نروح ونتعرف من ضيفنا لليوم. محمد عنقة مخرج في إذاعة دمشق منذ عام 1975، له العديد من المسلسلات الإذاعية تأليفاً وإخراجاً، من أهمها الزوج الخالد، ابن زيدون، الهدى والنور، في محراب التاريخ، الصهيونية بلا قناع، ومسلسلات أخرى عديدة. نال جائزة أفضل مخرج عن برنامج حكم العدالة في مهرجان القاهرة في عام 1996، حصل على جائزة مخرج مبدع عن مسلسل حي الصالحية في مهرجان القاهرة في عام 1998، وحصل على جائزة تقدير عن برنامج البث المباشر بالقاهرة في عام 2001، كما نال الجائزة التقديرية عن برنامج حكم العدالة في مهرجان تونس في عام 2005. له العديد من الكتابات في الصحف والمجلات السورية، كما هو يعمل مخرج لبرنامج البث المباشر منذ عام 1973،
ومخرج لبرنامج حكم العدالة منذ عام 1985، كما شارك في العديد من الندوات والمحاضرات وورشات العمل. قدمت يا زينب إذاعة دمشق عبر تاريخها العديد من البرامج والمسلسلات الإذاعية اللي تجاوزت شهرتها حدود سوريا على مدى مسيرة الإذاعة الممتدة لسبع عقود. برزت عدة أسماء، ومن أهم الأسماء الأستاذ المخرج الإذاعي أستاذنا محمد عنقا. يسعد صباحك الحلو. صباح الخير، وشكرا للأخبارية السورية على الاستضافة. أهلا وسهلا. وكمان من عيد لزملائنا بمناسبة عيد الإذاعة، بنقول لهم كل عام وأنتم بخير لكل العاملين، وللي كانوا كمان قبل منا اللي ساهموا بتأسيس الإذاعة وتوفوا منه الله يرحمهم. أكيد إن شاء الله كل عام وإذاعة دمشق بألف خير وكل الكادر اللي بيشتغل فيها. أستاذ محمد، لكن بما أنه بلشنا بالكادر بالذكريات، خلينا شوي نسترجع بعض الذكريات اللي احتضنتها إذاعة دمشق. إيه طيب، شكرا. هو نحن قبل ما نحكي، كانت بالأول هي الإذاعة تأسست 1940، كانت إذاعة محلية، وأول ما بلشت بساحة النجمة، بعدين انتقلت لشارع بغداد وين هلا الحرفيين وفندق رجاء. ايه بالطابق الخامس هون انتقلت شارع بغداد. وفي شغله كمان هيك طريفه رواها الاستاذ احمد خليفي معد برنامج حكايه والفن والفنانين، شغله طريفه انه وقت اللي كانت الاذاعه بشارع بغداد اخذوا الطابق بالطابق الثاني فوق في جيران عندهم، فيمكن انزعجوا من الصوت او كذا، راحوا جابوا جرن كبه وصاروا يدقوا الجرن على حتى حتى شوي، راحوا طبعا جابوا بعدين اخذوهن على مغفر عرنوس وكتبوهن تعهد انه ما يعودن. يعني الشغلات هذه الطريفه اللي بعدين اول ما انطلقت الاذاعه انطلقت سنه 1947 باربعه شباط، واول واحد هو قال اذاعه الجمهوريه السوريه من دمشق هو الامير يحيى الشهابي. الله يرحمه. بعدين انا بهالفتره هذه وكانوا بالبدايات كان مذيعين مثلا اول واحد عبد الخوري، كان سهير الصغير، كان عبد الهادي المبارك، كان عبد الهادي البكار، عبد الهادي المبارك، كانت احسان محمودي. بعدين بالفتره الثانيه اجى الاستاذ منير الاحمد، اجى زهير الايوبي، اجى عصام الشريف، جاء الأستاذ يوسف حيدي، يعني محافظ الألقاب عم يقدم كبيرة. أيوة الأسماء ده. بعدين كان رئيس وقت التمثيل، أنا بهن بسنة 21/7/1962 دخلت الإذاعة وقتها، وأنا دخلت عن حب. يعني أنا وقت كنت هيك طالب كنت أحلم أنه أرى بالمجلات أنه مثلا عادل خياطة، نزار شرابي، نزير عقبي، أن أحلم أنه أنا بشوفه أنه سلم عليهم، فتحقق حلمي ب 21/7/1962 ودخلت الإذاعة. اول ما دخلت الاذاعه انا تعرفت على اشتغلت بكل الاقسام، بالتسجيل، بالموسيقى، بالمونتاج، بالمراقبه، كل الاقسام اللي بالاذاعه انا عملت فيها. بعدين صرت مساعد مخرج بال72. اجى الاستاذ نزير عقيل من القاهره وعملنا وقت استوديو 26 العصفور الحر، وضلينا فيه سنتين. بعد منا ترك البرنامج، انا استلمت وقتها من سنه 1073 لوقت توقفت اذاعه صوت الشعب. استاذ محمد عن ذاكره عريقه. نعم. ذاكره يعني كلمه اذاعه دمشق. نعم. يعني رغم نعم. المعدات البسيطه هي اثبتت وجودها وحضورها وما زالت في الذاكره. رح نروح لنشوف الاجواء ونرجع معك. اينما كنتم مستمعين الاعزاء، لكم احلى تحيه من اذاعه دمشق بصحبتكم في رحلة الكلمة والنغم. أهلا بكم. في مثل هذا اليوم في عام 1947 الرابع من شباط، وقد صادف الرابع من شباط، يا لحسن الحظ هذه السنة أنه الرابع من شباط عام 1947 كان يوم ثلاثاء، واليوم الثلاثاء. إذن في الثلاثاء الرابع من شباط 1947 اعتمد عيدا لبث إذاعة دمشق أو لبداية البث في إذاعة دمشق، علما أن ثمة محاولات كانت لبث هذه الإذاعة وكان اسمها الإذاعة السورية قبل ذلك. المؤرخون يعيدون ذلك إلى قبل هذا التاريخ بأكثر من عقد من الزمن. إذاعة دمشق هي الأم
بالنسبة للإعلامي، وهي شعاع من النور للمستمع، هي ضيفة كل بيت، كل أسرة، ضيفة الإنسانية، ضيفة المستمع الراقي والنبيل الذي يتابع هذه الإذاعة التي تحرص على اللغة العربية، تحرص على المفاهيم والقيم السامية والراقية التي تدخل كل أسرة، تقدم كل وجبات الأعمال الإعلامية. لم تحد إذاعة دمشق عن رسالتها دائما في تقديم المادة الملتزمة وأيضا في تبني القضايا الوطنية والقومية، هذا جزء من رسالتها الإعلامية. بعد ما أكل وشرب. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق. لكن استاذ احمد كنا عم نشوف محمد كنا عم نشوف طبعا اجواء الاحتفال باذاعه دمشق مع عدد من المذيعين العريقين واللي اصواتهم طبعت بذاكره كثير من السوريين. خلينا نحكي اول شيء عن البرامج اللي قمت باخراجها. انا اول ما دخلت الاذاعه اشتغلت مساعد مخرج، وكان حلمي انه اشتغل مع الله يرحمه حكمه محسن ابو رجدي، فكان عندهم برنامج اسمه منزل الاحباب، كان يشترك فيه الأستاذ رفيق إسباعيل، الأستاذ حكمة محسين، تيسير السعدي، فهمي كعيكاتي أبو فهمي، يسر بدران المذيعة. فهذا البرنامج كان كل العالم كان تسمعه الصبح، يعني كان الله يرحمه حكمة محسين مشهور يعني أبو رجدي. بعدين اشتغلت ببرامج تانية، مثلا عملت الزوج الخالد لدوستوفسكي، عملت ابن زيدون أخرجه الفنان طلحت حمدي. بعدين تنقلت يعني أكثر من عمل، يعني أنا إضافي لكنت عم بشتغل مساعد مخرج بديك الفترة، كمان عملت مسلسلات. يعني أنا هلأ بأرشيفي بالإذاعة في 4000 تقريبا 4000 عمل مؤرشفين بالإذاعة، بين إخراج وبين تأليف وبين مساعد مخرج. وفزنا كمان إذا بدك بنحكي عن حكم العدالة. اي رح نبلش بحكم العدالة استاذ محمد لنحكي بس فكرة معينة لكل اللي هلا عم يشوفنا. كنا نجي من المدرسة على البيت نسمع نهار الثلاثاء امي او اي حدا بالبيت حاطط حكم العدالة، كان يتردد لأدنا حكم العدالة من اخراج محمد عنقا. خلينا نحكي عن تجربتك بهذا حكم العدالة. اول ما اول حلقة يزنعت 1975 اخرج الزميل فهمي البكار، كانت الخطة الإذاعة أنه كل مخرج بيعمل ثلاث دورة إذاعية ثلاث شهور حكم العدالة. أنا وقت اللي صار دوري استمريت حتى سنة 2009 وأنا ببرنامج حكم العدالة، لأنه انتقلت برنامج ثاني. حكم العدالة برنامج بلامس الواقع، العالم كلها كانت تسمعه، يعني ما بحاجي أنت تقعدي جنب الراديو، كنت إذا ماشي بالشارع تشوفي من محل لمحل بالباص بالغدا كانوا يسمعوا حكم العدالة. حكم العدالة أنا أخذت فيه ثلاث جوائز، ثلاث ميداليات ذهبية بالقاهرة سنة 1996، جائزة أفضل مخرج وجائزة للمؤلف الله يرحمه وائل يوسفي، وجائزة للجهة المنتجة هي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. فحكم العدالة يعني كتير كتير له شعبية مثل ما قلت لك، لأنه بلامس الواقع، وكان الله يرحمه وائل يوسفي نقي قضايا من الأصل عادي، قضايا شغلات يلامس الواقع اللي عايشينه يعني نحن كلنا، يعني إن كان بوليسية إن كان اختلاف يعني شغلات أجار وما أجار، شغلات كمان كل الشغلات اللي بتهم المواطن كان حكم العدالة يسلط الضوء عليها. أكيد. بعد منا أنا عملت كمان برنامج اسمه حي الصالحية، هذا انعرض بالتلفزيون صار اسمه ليالي الصالحية. حي الصالحية تأليف الأديبي سلمى اللحام، هذا كمان وقت اللي يعني أنا بحب هون وجه شغلي للنصيحة للي عم يشتغلوا هلا جدد، إنه الإنسان متى ما كان عنده تصميم إنه أنا هالبرنامج بدي أشتغل وأنا حاب العمل فيه وأنا كذا بدي يطلع ده. أنا البرنامج هذا تعذبت فيه كتير، كان بطولة عباس النوري، رفيق إسباعي، عصام عبجي، كل النجوم اشتغلوا بالبرنامج هذا. هذا كان عذبني كثير، كنا نسجل مسامع، لأنه مثلا اليوم اللي الأستاذ رفيق إسباعي أنا عندي تصوير أسجل له مسامعه، الأستاذ مثلا وفيق الزعيم الله يرحمه عندي تصوير، وفاء مصلي كان كل سجله، لحتى هذول بالأخير أجمعهم أنا وحطهم. وأنا عم بشتغل وقلت هذا البرنامج بده يفوز، وبالفعل بعد ما خلصت وعطناه على مهرجان القاهرة كمان أخذ ثلاث ميداليات ذهبية، أفضل إخراج،
أفضل ممثلة السيدة وفاء مصلي والمنتج كمان أخذوا الجائزة. فيعني البرنامج كتير هذا. فالمهم إنه الإنسان يحب عمله، متى ما حب عمله بينجح ما فيه بينجح على ده. أكيد أستاذ محمد، يعني بظل التطورات اللي عم بتصير على وسائل التواصل الاجتماعي، نعم، وكثير من التطورات يمكن والتكنولوجيا اللي دخلت على حتى الإعلام، خلينا نحكي هل الإذاعة بعد محافظة على ألقة؟ نعم، قد ما صار في محطات أرضية وفضائية وتواصل اجتماعي بتضل الإذاعة محافظة عليها، لأنه الإذاعة سهلة جدا. يعني أنا بكون ماشي بالطريق حاط راديو ترانزستور بجيبتي على الموبايل بسمع الإذاعة وين ما كان، يعني السمان الميكرو الباص التاكسي هذا كلاته بسمع الإذاعة. وأكبر دليل أنا بأكبر دليل أنا استلمت عندي برامج كتير كانت على الهواء، أنا بحس إنه الإذاعة مسموعة من خلال الرسائل اللي بتجيني من خلال الاتصالات، معناته الإذاعة مسموعة. وما في مهرجان فزنا فيه كان بالقاهرة أو بالعراق أو بإيران إلا ما كنا نحصل جوائز، معناته الإذاعة ما تغيرت، الإذاعة بعدها بألقة يعني قد ما صار. نعم صحيح. يعني أستاذ محمد ابن إذاعة دمشق ومن مؤسسي إذاعة دمشق، ومثل ما حكيت يمكن عطيت نصيحة والنصيحة هي كتير مهمة، نعم، إنه نحن بس صممنا على شيء بينجح. قديش نعم تعبتوا لو وصلتوا؟ يعني شيء بلا تعب ما له ثمار، يعني ما له نتيجة. لقلك شغلي هلا وقت اللي أنا اشتغلت بالستوديو 26 بس ما شهر، كان عبارة عن فقرات، كل دقيقة كل فقرة مدتها دقيقة ونص. كان الأستاذ ياسر العظمي يكتب هاي الفقرات، كان الله يرحمه وليد مرديني، محمود جبر يكتب فقرات. والله الدقيقة ونص بالفقرة، الدقيقة ونص تاخد معنا شغل 4 ساعات. ماما 4 ساعات تجي الفقرة معنا. كنا نجي الساعة 6 المساء، هو كان البرنامج ينزع تاني يوم الصبح، نجي من الساعة 6 نضل للساعة 12 أو 1 لنسجل الفقرات ونجي تاني يوم الصبح نبسون. أنا بالنسبة إلي ما بعرف، انا ببيتي انا اولادي ما بعرف انه هذا بصف السابع او الثامن قد ما كنت بالاذاعه. ليش؟ لحتى انه كنت بلتي بعملي، يعني بشغلي كنت حابب عملي، والبيت ما بعرف يعني شو في مين عم بيديره البيت، وفي زوجتي بوجه لها تحيه هي اللي كانت مسؤوله مستلمة عن كل هالشغلات هذه. فالمهم ان الانسان قد ما تعب قد هذا بيلاقي بحصد نتيجه. صحيح. عمله يعني صحيح. ما مستحيل. ف يعني الحمد لله انه بالنسبه للإذاعة وبالنسبه لعملنا بالإذاعة انه طالما حابين عملنا وعم نشتغل فيه ماشي الامور كلها. اكيد استاذ محمد، يمكن هلا كثير انفتحت ابواب يمكن الشاشات السوريه والاذاعات لكثير من الكوادر الشابه، لكن بيضل يمكن الذهب العتيق مثل ما بنقول، المذيعين القديمين لهم رونقهم لهم حضورهم لهم خبرتهم. اليوم شو النصائح اللي انت ممكن تتوجه فيها لكل الكوادر الاذاعيه الجديده الشابه من خلال يمكن قصص صارت معك بالحياه او قصص شفتها عبر الاذاعه واثبتت وجودها؟ انا بحب اقول لهم انه دغري الشغله اللي يجب على انه كان مذيع او فني او مخرج يعني يكون مثقف يدرس يطالع كذا. هلا نحن مثلا اذا بدنا نحكي اللي اسسوا الاذاعه يعني ما كانوا جامعيين يعني، فمثلا احد المذيعين معه تاسع بس كان ضليع باللغة العربية. كان هذا ده. فدائما الانسان اللي بيثقف حاله ويعمل على دراسته ويحب عمله ويطالع بشكل كتير ويكون عنده اطلاع. ولا يعني انا وقت بدي اعمل مقابله انا لازم ادرس الشخصيه من كل النواحي من كل هذا لحتى أنا اعرف شو بدي اساله، مو انه هذا. فالثقافه مهمه جدا يعني بالنسبه لي، ونحن اكبر دليل انه نحن صدرنا لبرا. يعني احنا عندنا كمذيعين وعندنا مخرجين كلياتهم عم بيشتغلوا سافر برات البلد واثبتوا وجودا يعني. نعم. فدليل انه اذاعه دمشق عم تصدر يعني خرجت. حتى في شغلي كمان انه كمان اذاعه دمشق كانت عم تستقطب المطربين. يعني فيروز اول ما انطلقت من اذاعه دمشق كان صحيح. اسمها وقتها نهاد حداد، كان لها اغنيه انت يا مي زهرة ويا حبيبي ازهر النرجس وكذا. بعدين اجى الامير حشابي وقت اجت سماها فيروز وعملت اغاني. وديع الصافي وديع الصافي كمان في اغنيه علومه هذه رفضوها بالهذا، اجت على اذاعه دمشق كمان انطلقت. عبد الحليم، نجاد صغيره، كلهم انطلقوا من اذاعه دمشق. اذاعه دمشق لها فضل على كل المطربين. يعني انت عم تذكر وتحكي استاذ محمد، يمكن زينب في نوع من السعاده عم تكون جواتنا، يمكن هيدي السعاده من الايام الزمن الجميل. خلينا نحكي يعني امبارح كادر اذاعه دمشق احتفل بعيده بعيدهم ال 73
في لحظات جميلة استذكرناها وأكيد في صعوبات مرينا فيها، خلينا نحكي شو أجمل اللحظات وشو أصعبها. يعني هلأ نحن وقت بنتذكر أنا مفوت على اشتغلنا أول ما اشتغلنا على الآلات الكبيرة على بكر على السيديات اسطوانات كبيرة، فهذه كلها تتنسخت. أنا هلأ وقت بفوت بلاقيها بالمستودع مثلا بحس بحنين إلها، إنه هذه أنا مثلا هالآلة كبيرة أنا اشتغلت فيها أنا تعبت، بفوت على الاستديو نعم. كل زاوية من زوايا الاستديو بحسه إنه مثلا إلي ذكريات فيه أكيد. هوني بهالزوايا من الزوايا يعني بحس أي شيء مثلا كان الآلات اللي كنا نشتغل عليها أو كان بالاستديوهات نعم. أو كان كلها هذه الذكريات حلوة. وبنفس الوقت بتذكر كمان اللي أسسوا إذاعة دمشق وكانوا كنت عم اشتغل معهم وانتقلوا إلى رحمة الله، كمان هدول كمان دائما بتذكروا، خاصة امبارح نحن كل ما بنحتفل بعيد إذاعة بنتذكر المؤسسين الكبار اللي ساهموا بإذاعة دمشق واللي أسسوا إذاعة دمشق، فهذا بتوجه لهم ألف رحمة. والشباب اللي بقيوا هلا كمان الله يعطيهم العافية ويطول عمرهم. يعني عمر مضى بين التصميم والإرادة والنجاح والبصمة بإذاعة دمشق، وكثير من رفاق الدرب اللي كانوا معك وشاركوك رحلتك نحن بنتمنى لك التوفيق دائما وأبدا، وبنقول هيك الله يطول بعمرك كمان ونشوف كثير من النجاحات وتكونوا فعلا لنا مرجع كمان للكوادر الشبابية الجديدة. شكرا لوجودك معنا. شكرا. نتشكر وجودك معنا محمد عنقا. يعني نحن اليوم جدا مبسوطين فيك، يعني قامة نتعلم نحن منها نضل نتعلم، ولكن نحن نتعلم منكم نحن يعني الإصرار التصميم وأيضا لا نقدر نبلغ الهدف والنجاح. كل الشكر لك والله يطول بك. الله يخليك، شكرا كثير للإخباري السوري وشكرا لكم. شكرا لك سالي. هلا بنروح على حمص وتحديدا على قلعه توصف بانها من اجمل القلاع العسكريه بالشرق واكبر قلعه بالعالم، قائمه على وضع الاثري حتى الان. تقدر مساحه القلعه الاجماليه بحوالي 30,000 متر مربع. عم نحكي عن قلعه الحصن بحمص، تفاصيل اوفى مع شيرين العلي. قلعة الحصن الأثرية من أهم الأوابد التاريخية والمعمارية في سوريا، تقع ضمن سلاسل جبال الساحل السوري غربي حمص بستين كيلومترا، ومن أهم قلاع القرون الوسطى وأضخمها وأشهرها في العالم، وتتميز بهندستها العسكرية وقوة تحصيناتها الدفاعية، كذلك ببنائها وزخارفها وأبراجها العالية ودهاليزها وشقوق مرام السهام، وتحمل مزيجا من حضارات الشرق والغرب في فن العمارة. قلعة بنيت الحقيقة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من 1110 إلى 1170، المرحلة الثانية من 1170 إلى 1271، المرحلة الثالثة هي الترميمات والإضافات العربية في العهد المملوكي أيام الملك الظاهر ببرس، واللي بيأرخ لهالعمل اللي قام فيه ببرس بترميم القلعة أرخ بنص مكتوب على مدخل القلعة الخارجي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بتجديد هذا المكان في دولة مولانا السلطان المظفر المنتصر الأمين قسيم أمير المؤمنين ملك الدنيا والدين الملك الظاهر ببرس ما يعادل 6 نيسان 1271 ميلادي. بناء مع الصخر بدأوا من الخارج نحو الداخل، يعني من المنطقة المنخفضة إلى الأعلى، حفروا بالصخر وتمعشقت الجدران مع الصخر، لذلك بقيت القلعة صامدة وقوية. تقدر مساحة القلعة بثلاثة هكتارات وتحتوي على مجموعة من أروع القاعات والتي لا يمكن إيجادها في أي قلعة أخرى. نافذة من نوافذ الرواق لقاعة الفرسان داخل القلعة، يوجد نص باللغة اللاتينية ترجمته تقول اطلب القوة اطلب العز اطلب المال اطلب كذا ولكن اياك هي درة العمارة العسكرية في القرنين الثاني والثالث عشر، وسجلت في قائمة التراث العالمي اليونسكو عام 2006، وهي من أشهر القلاع عالميا. من قلعة الحصن الأثرية غربية حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.
تالي وهلا محطتنا طبية وموضوعنا بيأثر وبهم كثير من الصبايا وحتى الأمهات وهو البدانة وتأثيرها على الجسم وبالتحديد على العظام بشكل خاص على الأطفال. لنتعرف على هالموضوع أكثر خلونا نتابع هالتقرير. يمكن بنهار القصير بنسمع من يلي حوالينا وبالذات الصبايا كلمة سمنانة ولازم رجيم فورا أو بالشتوية بيزيد الأكل وبيزيد الوزن وغيرها من الحجاج، لكن بالحقيقة البدانة أو السمنة هي اضطراب معقد سببه وجود كمية زايدة من دهون الجسم، والبدانة مو مجرد قلق تجاه الشكل الخارجي، إنها تؤدي لزيادة خطر الإصابة بالأمراض والمشاكل الصحية مثل أمراض القلب، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم. والبدانة المفرطة تعني احتمال تعرض بشكل خاص للمشاكل الصحية المرتبطة بزيادة الوزن، حيث تعد السمنة في الطفولة حالة طبية خطيرة يصاب بها الأطفال والمراهقون، والأطفال البدناء هم الذين فوق الوزن الطبيعي بالنسبة لسنهم وطولهم. سمنة الطفولة مقلقة خصوصاً لأن الأرطال الزائدة تضع الطفل عادة على بداية طريق المشاكل الصحية، ومن أبرزها تأثيرها السلبي على العظام والأسنان في فترة النمو. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا باستوديو صباحنا غير الدكتورة باسمة الشيخ. يعني مثل ما تابعنا زينب التقرير التالي، يمكن البدانة هي هاجس أكبر لكتار، لكن تأثيره بيكون على الأطفال بفترة النمو أيضا بسن المراهقة. منشوف يعني الأمهات عم بتعاني من هذا الشيء. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتورة باسمة الشيخ، ماجستير بأمراض اللثة وزراعة الأسنان، وأيضا لتحكي لنا أكثر عن سبب البدانة بشكل علمي وكيف أعراضها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك، يعني اعطيتينا طاقه ايجابيه انه وسهلا من الصباح. خلينا نحكي شوي دكتوره عن مصطلح البدانه بشكل علمي، شو هي البدانه وامتى بنقول عن شخص انه بدين او يمكن وزنه زايد شوي؟ هلا البدانه هي وزن زائد بالنسبه لطول الجسم مع تراكم للنسيج الشحمي وبتترافق مع حاله التهاب جهازيه معتدله مزمنه. هلا بنشرح ليش بصير معها التهابات جهازيه مزمنه. ايمت بنقول عن حدا انه بدين؟ في شيء اسمه مشعر كتله الجسم، هذا المشعر نحن بنحسبه بانه نقسم الوزن على مربع الطول بالمتر، يعني مثلا حدا وزنه 60 طوله 160، بنقسم ال 60 على 1.6 مربع. في عندنا درجات، إذا كان تحت 18 فعندنا نقص تغذية، بين 18 لحد 25 لحد 26 27 يعتبر وزن طبيعي. وصلنا على 30، يعني على 30 وطالع صار بدانة، 40 وطالع بدانة مفرطة. هلا البدانة تعتبر داء العصر، يعني ما أنا شغلة بسيطة ولا انتشار قليل، حتى صارت عم تشغل العالم أكثر من المجاعة ومن سوء التغذية. نسبة الناس اللي عندهم وزن زائد وبدانة أكثر من 39% من الناس، يعني عندنا فوق المليارين واحد عندهم وزن زائد وبدانة. ويتوقع يوصلوا على 3 بال 2030. بين الأطفال تحت 5 سنين عندنا أطفال فوق ال 40 مليون طفل عندهم بدانة، ويتوقع توصل على 70 بال 2025. يعني مشكلة مشكلة، في مشكلة مزبوط مثل ما قلتي دكتورة. ولكن خلينا بيقولوا انه نسبة البدانة عند العرب هي اكبر، لا نحن عم نشوف حتى بالدراسات انه بامريكا وباوروبا، اوروبا شوي اقل من امريكا، انه نسبة البدانة كثير عالية. يمكن نحن بنشوفها زينب على التلفزيون ان النجمات فبنشوف الاجسام جميلة، ولكن اذا نحن نزلنا على الشارع او رحنا شفنا في نسبة بدانة كبيرة. هل الاكل الجاهز او الاكل يلي بيحتوي على مثلج خلينا نقول ممكن يكون فيه هرمون هو بيأثر ايضا على طبيعه الجسم وبيعطي صحه؟ تمام. هلا السبب الاساسي للبدانه قبل الاكل هو قله النشاط الفيزيائي. اغلب الناس صارت ما عم تميل للحركه كثير، بتلاقيهم قاعدين على الموبايل على التلفزيون، يعني ما عم يقوموا باللازم بالنشاط بالرياضه. الاكل اللي فيه سعرات حراريه زائده كمان من اسباب البدانه. الاكل الجاهز غير انه الاكل اللي فيه سعرات، الكميه الكبيره من الاكل وقله النشاط، بالاضافه للعامل الوراثي بتاثر ب 70% الامور الوراثيه على طريقه استقلاب الطعام،
طريقة تخزين الطاقة، طريقة توزيع، كل هدول عوامل مهمة بالبدانة. يعني دائما كانوا يشبهوا الجسم بالآلة اللي بتحطي لها كمية معينة مثلا من الطعام اللي تحرقه بدها حركة. فخلينا نحكي شوية عن تأثير السمنة على العظام وخاصة عند الأطفال. تمام. هلأ البدانة مو بس شكل ولا عدم تناسق ولا أنه مشكلة جمالية، أبدا أبدا، ترى مشكلة خطيرة كتير كتير وبتأدي لحالات وفاة مفاجئة. ليش هالموضوع بيصير؟ لأنه البدانة عم تترافق مع مرض السكري النمط الثاني، وجود الدهون بالجسم عم يعمل مقاومة للإنسولين. يعني بتشوفي مثلا ولد صغير أو حدا شاب صغير مات بسكتة دماغية بسبب البدانة، غير موضوع السكري بتترافق مع أمراض قلبية وعائية. هاي الشحوم اللي عم تترسب ضمن الشرايين تعمل تصلب شرايين، تنقص التروية، بزيد الضغط، بتعمل أزمات قلبية، كمان بتعمل توقف بالتنفس أثناء النوم، يعني بتعمل مشاكل تنفسية. ارتبطت البدانة بسرطانات مثل سرطان الكبد، سرطان الكلية. بالنسبة للأولاد بتلاقيها بتعمل لهم آلام عظمية، يعني هالوزن الزايد على العظام بتلاقي رجلهم مسطحة، بيعانوا من آلام، تعمل مشاكل نفسية، نقص تقييم للذات. يعني اللي بيكون الولد مثلا صحته زايدة كتير بتلاقيه منزوي، بتلاقيه متأثر، بتعمل مشاكل معرفية وسلوكية. هي بشكل عام. هلأ بنحكي تحديدا على شيء خاص باللثة والأسنان. نعم، يمكن رح ننتقل من هذا الموضوع اللي كان عنواننا وموضوع بهم الأمهات لنحكي عن اللثة والأسنان. دائما يعني في معاناة لكثير من العالم، ما بيعرفوا سببها، انه اسناني عم يرجعني بس اسناني ما فيهم نخر. يمكن قديش اللثة هي العنصر خلينا نقول الأكبر بمشاكل الأسنان، طريقة الحماية، طريقة الوقاية وطريقة العلاج. تمام. هي الأسنان الشيء اللي بيمسكها بالعظم هو اللثة والأربطة والعظم المحيط فيها. يعني حتى لو أسناننا كتير منيحة، هلا بيجينا حالات لأن تعبانة لثة والعظم حول الأسنان عم يفقدوا الأسنان وهني بيض مثل التلج. هذا الموضوع كتير مهم. ليش مرتبط بالبدانة؟ هلأ العامل الأساسي مثل ما قلنا، نظراً لارتباط البدانة بالسكري، والسكري كتير كتير له دور مهم بالنسبة لموضوع اللثة والأسنان. السكري بيأثر على الأوعية الطرفية، بيصير في تروية قليلة لللثة والأسنان، بتصير المنطقة ضعيفة، بيعمل جفاف بالتم، بتزيد نخور الأسنان. طبعاً السكري مرتبط ارتباط وثيق بالبدانة. نعم. لأنه هي الدهون عم تقاوم الإنسولين، بالإضافة لجفاف الفم، زيادة النخور. بتلاقي مريض السكري مثلا شغلة بسيطة بتعطي ردة فعل مفاقمة كتير كتير عنده. صح. هلأ موضوع البدانة ليش كمان بيأثر على اللثة والعظم؟ هي شو فكرتها؟ أنه مثلا هذه الدهون اللي دخلت على الجسم، الخلايا الشحمية إلا قدر معين إنها بتقدر تمتصها، تمتصها بعدين بتنفجر. صار في عندي منطقة فيها خلل، تجي الخلايا الالتهابية، الخلايا البالعة لتعالج هذا الخلل. صار عندي وسط التهابي، صح هو منيح وعم بيعدل، بس الوسائط اللي عم تنفرز بهي المنطقة بتأدي لضرر بمنطقة تانية، أخص شيء عامل التنخر الورمي، بيأذي اللثة والعظم. بالإضافة للبدانة بتترافق مع نقص مناعة، لأنه في نقص تروية، يعني هي الأوعية اللي تسلبت اللي صارت ضيقة، ما بقى عم توصل لللثة والعظم التروية اللازمة، ما بقى عم يوصلوا خلايا مناعية، ما بقى عم يوصلوا الجروس فاكتورز اللي بيرمموا لما بيصير في أذى. هي من أهم الشغلات بارتباط البدانة مع أمراض اللثة والنسج الداعمي. نعم. دكتورة، يعني كتير في من الأخطاء الشائعة اللي ممكن الأهل حتى يلهوا أولادهم مثلا عم يتبعوها مثلا. نعم. مثل الحلويات الزائدة. نعم. هذا كله بضرب نعرف بالأسنان يعني شيء بديهي، لكمان بتخزين الشحوم والسكريات. فخلينا نعرف، أنت عم تلاحظي من خلال زيارات المرضى عدد من الأخطاء الشائعة، فخلينا نحكيها ونصححها. تمام هالحكي. يعني بالآخر الولد أنا بدي ربي، مو هو بده يربيني. أنا ما بسمح له يأكل عرياحته ولا يعمل الشيء اللي بده إياه. بدنا نضل معه أول بأول، صحيا وجسديا ونفسيا، من لما بيكون صغير للما بصير كبير. يعني أنا مثلا مو بقول له لابني روح كل شيبس، روح كل مثلا شيء حلو، كتير كتير مؤذي. بدي نظم لهم أكلهم، بدي خليهم يأكلوا أكل صحي. مثلا بدال ما يشربوا كولا وما يشربوا مشروبات غازية، بشربهم حليب، ويفضل الحليب اللي ما فيه دسم كتير. بشربهم مي، طعميهم خضار، طعميهم فواكه، يعني يكون الأكل صحي. أنا بدي أضبط لهم الموضوع. صح. بعدين في شغلة
موضوع البدانة بيبدأ من المرحلة الجنينية، من لما الأم بتكون حامل. تغذيتها كتير بتأثر على الجنين، يعني أنا ما لازم اسمح وزني يزيد كتير، بدنا نركز على النوعية مو على الكمية، مو بكتر الأكل. مثلا مرحلة المراهقة والبلوغ وشي بيقولوا لك يأكل لا ما بيصير يضل يأكل، هو محتاج كالسيوم، محتاج بروتينات، أنا بعطيه الشيء اللي بيمده بهالموضوع، ما بعطيه شيء زايد. يعني الصحة الزايدة ما حتتغير على طول بالآخر، هي كتير شغلة مهمة. وفي شغلة تنظيم الأكل، مثلا بتلاقي في أمهات، طبعا الموضوع للأم والأب يعني اثنين لازم يهتموا بالولد الصغير، بياكلوا طول اليوم، كتير غلط هالموضوع، بيفقد الطفل حس الشبع، بتتوسع معدته، ما نظابطة، يعني بحدد له وجبات، بحدد له وقت، بحدد له كميات، كتير مهم هالموضوع. صحيح، يمكن كتير من الأمهات ما في عندها وقت تطبخ، أو نعم. أحيانا بيكون عندها وقت تطبخ بس يعني شوية كسل هيك خلينا نقول، يعني في كتير أو على الموبايل أو مثلا ما جاء عبالها تطبخ، فبتعطي ابنها مصاري كل بالمدرسة أو اشتري ساندويش، هديش هذا الشيء غلط. وأيضا في يعني ما في ضبط للولد أيضا بالكمية اللي هو عم يشتريها، هو ممكن يضل عم يأكل شيبس من أول ما يفيق لينام، يعني قديش كمان مهم هذا الشيء، يعني قضى يوم كامل عم ياكل شيء فاضي ومؤذي. انا بتذكر مثلا بالزمان ولد يقول لي انا باكل لحتى استفرغ. كيف بتاكل لحتى تستفرغ؟ يعني هي الحكي اللي عم نحكي انه بيفقد حس الشبع، ما بيصير، والمعده عضله، ما بيصير وسع له اياها، انما عم فيده للولد. بدك تحددي نوعيات، بدنا نشاركهم مثلا، إن نحن لازم نكون المثل بالموضوع، يعني كيف نحن بناكل ومننظم أكلنا، أولادنا بصيروا مثلنا، فنحن لما بناكل أكل صحي بنعلمهم الأكل الصحي، بلا الشيء اللي فيه قلي، بناكل فيه خبز وشوي، في شيء خضار، بنطلعهم معانا مشوار، يعني نحن لازم نكون المثل للأولاد، ما نتركهم على رياحته. أكيد. يعني دكتورة في منشوف كتير على مواقع التواصل يمكن أشكال أجسام وكل شكل جسم هو معرض لخطر معين حسب تراكم الشحوم فيه. خلينا كمان نحكي عن هي القصة، إذا كانت وراثية قصة البدانة، كيف فيها كمان الأم تتعامل مع ابنها أو دغري تاخده عن مختص حتى يضبط له كمان هذا الشيء؟ مزبوط. هلأ بشكل عام السيدات الدهون بتتراكم عندهم تحت الجلد بمنطقة الخصر والورك، الرجال بتكون عندهم دهون حشوية وهي الأخطر والأكثر شيء بتعمل مشاكل قلبية. فمثلا عفرض في مشكلة وراثية مثل ما قلنا، يعني في العوامل المؤهبة، ما في عامل وراثي كتير بيعبر عن حاله إذا أنا ضبطته تماما. يعني مثلا حتى لو مثلا الأم والأب أسنانهم ضعاف، أنا بلشت فرشيله لابني بإيدي، علمه التنظيف، اضبط له أكله. على فكرة ضبط الأكل كتير مهم، هاي الأكل طول اليوم ما نظبطه. دكتورة بس يمكن أقطعتك أنا لأنه نحن رح يروح وقتنا، بدي أسأل سؤال كتير هيك دائما بيتراود، الهرمون أحيانا سبب السمنة هو هرموني، وأيضا المشاكل الهرمونية بتعطي تنبيه للثة. مرة كنت على دكتور أسنان اللي عندك مشاكل هرمونية، قلت له شو عرفك؟ قال لي لسه ملتهبة. قديش المشاكل الهرمونية كمان فينا بدنا نتابعها قبل ما نختم؟ بدي لحق حالي واستفسر. مزبوط كلامك، لانه اصلا بيضبط الجسم عوامل هرمونيه وعصبيه، لما بيصير في خلل فيهم كثير بيعبر عن خلل بالجسم. فبهيك حاله لما في مشكله هرمونيه مثل ما قلت، شو ما كانت المشكله العامه، لما في عنايه ممتازه وتنظيم اكل ترى ما بتعبر عن حالها بهالشكل السيء، اما لما في اهمال تتفاقم الامور كثير كثير. تماما. نعم، يعني كثير من النصائح والمعلومات اعطيتينا اياها، شكرا لوجودك معنا دكتوره. شكرا لكم. يعني دكتورة بدنا نشكر وجودك معنا، بدنا نشكر النصايح اللي عطيتينا اياها، يمكن كتار بيجهلوها ونحن دائما بنتعلم. شكرا لحضورك معنا. شكرا لك. اهلا وسهلا. يا اهلا فيكم. اما هلا سالي بننتقل على استوديو الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات على الساحه السياسيه العربيه والعالميه مع زميلتنا هديل العلي. سعد صباحك يا هديل. صباح الخير زينب، صباح الخير سالي، وصباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه. موجز لاخر واهم الانباء بعد هذا الفصل. تواصل
تواصل وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها ضد مواقع التنظيمات الإرهابية على محور مدينة سراقب بريف إدلب. مراسل الإخبارية أفاد بأن وحدات الجيش حررت قرى منطار الخشاخيش وتل الراقم وتلة الوسيطة وجبل طويل والكتابة المهجورة والمشارفة شرق سراقب. كما بيّن المراسل أن وحدات الجيش حررت قرية النيرب شمال الطريق الدولي حلب اللاذقية. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن منظمة الخوذ البيضاء الإرهابية أنتجت مشاهد فيديو مفبركة لاستخدام أسلحة كيميائية في إدلب وتستعد لنشرها. وقالت الوزارة أن منظمة الخوذ البيضاء الإرهابية تخطط لاستخدام مشاهد الفيديو ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي لتتداولها وسائل الأعلام الغربية والعربية. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على قطاع غزة المحاصر. طيران الاحتلال استهدف بثلاثة صواريخ على الأقل غرب خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات الفلسطينيين. أصيب ثلاثة جنود عراقيين بجروح إثر تفجيرين إرهابيين متزامنين غرب العاصمة العراقية بغداد. مصدر أمني قال أن عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتعاقب استهدفتا آليات تابعة للجيش ضمن قضاء أبو غريب، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود بجروح، مشيرا إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا بملابساته. موجز انتهى، عودة إليك زينب. شكرا لك هديل. أكيد مشاهدينا متابعين بآخر فقراتنا بصباحنا غير، وهي بتحمل كثير من النشاط والمعلومات الرياضية. صحيح يا زينب، وصلنا على محطتنا الأخيرة على اليوم يلي بتحكي عن وباء التبغ يلي هو بيعتبر من الأخطار الصحية العمومية يلي شهد العالم على مر التاريخ، فهو يؤدي كل عام بحياة أكثر من 8 ملايين نسمة بأنحاء العالم، منهم 7 ملايين بياخذوا للتبغ بشكل مباشر، ونحو 1.2 مليون من غير المدخنين يلي بيتعرضوا ايضا اللي بيقولوا عنه التدخين غير المباشر. اكيد نحن لحتى نعرف معلومات اكثر خلينا نرحب بالدكتور الدكتور جورج المعلم، مدرب رياضي، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير زينب. صباح الخير. يعني عم نحكي عن موضوع كتير مهم. تمام يعني. اليوم موضوع كتير مهم للأسف، وكلنا بنعرف مداره، كلنا منمارسه ومعتادين عليه لعدة أسباب اللي نحن بنحكي فيها من خلال الحديث. بدي أخبركم أول شيء على التبغ، على فكرة من شغلة قديمة كتير من قرون. أكيد. من قرون كتير كبيرة تماما متعارف عليه والعالم تتناوله وتتعاطاه، بعتبره أنا كمادة مغيرة للمزاج، سواء عن طريق المضغ تعطيه هرمون السعاده ما بنعرف، سواء المضغ او استنشاق او التدخين، مثل تدخين سجائر اللي احنا اللي بنعرفها، والافه الجديده اللي هلا منتشره بشكل كتير كبير وكنا بنعرفها هي الارجيله، نتخيل انه ما لها مضار، لا هي مثل السجائر تماما. بيحتوي التبغ على، فيني اخبركم على الاف المركبات الكيميائيه، طبعا اللي ضاره كلها، بس اكثر مركب كيميائي اللي هو نحن بنعزي له سبب المضار الكبيرة والأخطار الشديدة على الصحة هو النيكوتين، وهو اللي بيسبب الإدمان. كيف بيعمل النيكوتين؟ احنا دائما بنسمع حتى بنقرأ على الباكيتات أو على النيكوتين. النيكوتين بيعمل نوع من تغيير المزاج، بيأثر على الجهاز العصبي المركزي، فبالتالي بيرفع، بيزيد من إنتاج الإدرينالين، ولما بيزداد إنتاج هذه المادة الإدرينالين بيزيد دقات القلب بشكل بسيط وبيرفع ضغط الدم بشكل بسيط. هذا الإحساس اللي بيعطي المدخن اللذة أو المتعة بالتدخين. نحن بنلاحظ المدخن بيشعر بمتعة كتير كبيرة وقت بيدخن. يعني هلأ ممكن أوكي أنا بجسم بدخن، بس نحن بنعرف هذه المسألة.
وهذا اللي بيعطيه الاحساس او مو دائم بخليه مدمن على الدخان. في ناس نحن بنعرفها بتدخن اوكي بشراهه، بس في ناس بشراهه رهيبه انه لدرجه انه هي سيجاره ورا سيجاره بتصير مدمنه. صح. بمعنى كلمه ادمان، يعني بين قوسين الادمان الحقيقي للتدخين اللي هو سببه طبعا النيكوتين. بدي اخبركم معلومه صغيره عن النيكوتين حتى نعرف قديش ما هو سم قاتل. اذا نحن بناخذ نقطه صغيره بقد تقريبا راس دبوس مثلا من النيكوتين السائل وبندخلها على تيار الدم بشكل مباشر بتؤدي لوفاه فورا اني بنفس اللحظه. فنحن ما عم نقدر او عم نتخيل مضار الكتير كبيره اللي تقريبا للاسف انه احنا معظمنا بنعرفها بس مستهترين ومهملين. او بسمع كثير انا اشخاص بتقلك انه فلان الفلاني او سين من الناس ليكو بيدخن صار له 20 سنه 30 سنه اللي هو وما صار عليه شيء وصحته منيحه. هلا هذا الحكي ممكن يكون مزبوط بس اما العلم والمنطق بيقول انه لا اكيد له مضار كثير كبيره. ومثل ما تفضلتوا بالمقدمه ملايين الاشخاص حوالين العالم وسبب الوفاه لها المباشر هو طبعا التدخين اكيد. نعم، يعني بما انه حضرتك كمان مدرب رياضي خلينا نحكي على الناس المدخنين اللي بيلعبوا رياضه، هل بيكون ابطا استجابه الجسم لهم او بيتعبوا اكثر؟ او شو بتنصحهم مثلا للناس المدخنين اللي متجهين على الرياضه وهن رياضيين بيعتبروا حالهم؟ ايه بكل تاكيد طبعا التدخين له تاثير سلبي على الرياضيين. وانا بتاسف انه شخص رياضي بحس الجهد ما كثير اكيد، خصوصا اذا رياضي كان في يعني رياضي ممكن مبتدئ او بسيط ممكن، مع انه هذا ما عذر، بس انا بتاسف لما اشوف رياضي محترف تمام. او بطل بلعبه معينه وهو مدخن، او مجرد ما خلص الفتره التدريبيه تبعه مسميها جرعه تدريبيه دغري اول شغله عمله هو السيجاره. مشكله كثير كبيره، حتى منظر غير حضاري. يعني انا بتصير عندي من خلال المركز عندي، يعني حتى اذا بخبركم في ناس خلال التمرين كل ربع ساعه ثلث ساعه بيطلع لبرا بيشرب سيجاره او بيسحب سحبتين وعم يتمرن. تمام، هو عم يتمرن يعني. هو عم يتمرن ضمن التمرين حتى يا ريت بعد التمرين. فهون مشكله كثير كبيره اكيد. ونحن بنعرف من احد مضار التدخين بس ناس للاشخاص هو بيثبط الشهيه. يعني لاحظوا اللي بيدخن كثير ما بيقعد يقول له نفس لياكل، بينحف اجباري. هلا ما بالضروره بنلاحظ اشخاص بجعس يمكن عندهم وزن زايد، بس المتعارف عليه كونه هو يعتبر مثبطات شهيه القهوه والدخان. انا لاحظ انا دائما اشخاص بقول لهم بدك تعملوا حميش شراب فنجان قهوه قبل التمرين قبل الوجبه بيعمل لك نوع من التثبيط للشهيه. فهذا الشخص المدخن لما صار عنده تثبيط شهيه معناه حتى حرم نعم. حاله من كثير من المواد الغذائيه. هلا قلت لها انت معلومه انه اللي بيشرب قهوه قبل الوجبه ما عاد بياكل كثير؟ ايه اكيد. هاي معلومه تمام ما اكون يعني، بس انه بشكل عام اكيد ننصح دائما بكاسه مي او اي نوع من المنبهات الكافيين تعمل تثبيط للشهيه. لسبب انا هلك حديث بجيب حديث، انا بنصح الاشخاص الصبح يفطروا بعدين ياخذوا شاي نسكافيه او قهوه او اي شيء. نحن لا اول ما نفتح عيوننا هلا ممكن حسب الوقت يعني دكتور تماما الوقت. اذا عندنا وقت بنفطر بنحاول انه لو قبل بخمس دقائق نفطر لو فطور صغير خفيف. نحن ماني انا طالب وجبات كلنا صار عندنا ظروفنا عملنا شغلنا الى اخره، بس اما مجرد ما شربتي الماج النسكافيه تبعك او القهوه فنجانين او ثلاثه ما تقدري تفطري. هذا الشيء طبيعي لبعد شيء ساعتين غلط، حرمتي جسمك من وجبه اهم وجبه فيني اعتبرها خلال النهار هي وجبه الفطور. فالمدخن اذا اتفقنا نحن بخلال تدخينه للسجائر انه عمل نوع من التثبيط للشيء حرم جسمه من كثير مغذيات هو بحاجه لها بشكل عام، والرياضي بشكل خاص اكثر. نحن بنعرف الرياضي بيحتاج لمواد غذائيه نوعا ما تكون اكثر، ناهيك انه اكيد بتاثر على مستوى التنفس عنده. فبنلاحظ المدخن اكيد بيتعب اكثر اسرع من اشخاص عاديين. فبتمنى انا بتمنى اكيد هلا ممكن نحكي من خلال النصائح انه اكيد الجميع يبتعد عن التدخين بس بشكل خاص الرياضيين اكيد. اساسا فيني خبرك من احد الطرق الفعاله لترك التدخين او الابتعاد عنه او التخفيف عنه هو ممارسه الرياضه طبعا بشكل منتظم ومستمر اكيد. نعم، يعني كمان في نقطه كثير مهمه خلينا نحكي عنها، خلينا نحكي كيف بدنا نبطل التدخين، يعني كلنا كيف بدنا نبطل التدخين، شو الاجراءات اللي نحن لازم نتبعها، شو الفيتامينات اللي لازم ندخلها على جسمنا. كثير بيقولوا صار بدمي ما عاد تقدر ابعد عنه، ولا في منهم في اراده عندهم تغلب هذا الشيء، فلا بدنا نساعدهم مع هيدا الاراده القويه بشيء معين مثل الفيتامينات اكلات معينه. تفضل. اوكي سالي، كلام حلو كثير ونحن متفقين انه المدخن ما فيني انا اعتبره يعني بكل بساطه اجي اقول له انه ترك التدخين.
أكيد ما هي مسألة سهلة أبدا، هي مسألة كتير كتير صعبة. وطبعا ما في داعي نحكي عن مضار التدخين، لأنه بعتقد الكل صار بيعرف مضار كتير كبيرة، سواء على مستوى القلب ولا شيء، أساسا بيكون مكتوب على الباكيتات بيسبب سرطان وأمراض قلب. لا لا حتى ما عندنا بنقرا. لا لك خبرك ليش كونه هيك. نحن ما بقولك ما بنتخيل إنه يا إما ما بنعي تماما يا إما بنعتبر هذا الحكي مبالغ فيه. إنه شو أمراض قلب شرعي ليك نصلي عم دخن فترة ما صاير لي شيء، وأشخاص ما بتدخن مرضت. هذا الحكي ممكن يكون صح بس ما إنه دقيق، ما إنه لا أكيد أكيد هاي الدخان أو التبغ بأنواعه بأشكاله بالطعماته. هلأ على مستوى الأرجين نحن صار في طعمات كثيرة، كل يوم نسمع بطعم شكله كل يوم أي أكيد له تأثير ضار جدا جدا جدا، ما راح نحكي فيهم لأنه متعارف عليهم، وبالذات للسيدات. فيني أعطيك خلي معلومة صغيرة خلي السيدات أن يدركوا التدخين بسهولة لما أعطيهم شو بيعمل شو بيعمل التدخين. ناهيك عن أمراض القلب والشرايين والصحة وا 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 وا. السيدات باعتبار بيعني لها مسألة تجاعيد الوجه، وبتبتعد عنها قدر الإمكان، وبتتكلف تكاليف مئات الآلاف إذا مو أكثر لتحافظ حقها. هذا الشيء طبيعي ومنطقي. اليوم كده بستير يا روزينو تماما. فنحن بدي أخبركم لما أنا عم تسحب سيجارة السيدة أو الصبية بغض النظر برافو، لما عم تشرب عم يصير هالعملية الاستنشاق هي والسحب عم يصير تجاعيد هون وعم بتزيد. صدقوني مو مجرد حكي طبعا أكيد مو بيوم، بس في تمارين رياضية لهم. هلا أكيد مو بيوم ويومين، بس لما نحكي على مدة طويلة عم يزيد التجاعيد بشكل كتير كبير، حتى اصفرار الوجه عم يصير، حتى اصفرار العيون. فهي مسألة كتير مهمة. بعتقد أي صبية بتسمع بعتقد رح تبتعد عن التدخين فورا، لأنه بيعني لها هذا الموضوع كتير، بيعني لها والمفروض فعلا تهتم فيه، لأنه شو ما تتكلف كتير مبالغ وكريمات ومراهم وعمليات وشد وفيلر و إلى آخره. صدقوني سبب كتير مهم أنه نبتعد عن التدخين أو نخفف عليه. حديثنا نرجع نحن نعطي شوية نصائح كيف نحن نقدر نبتعد عن التدخين. هلا أول شغلة وأهم شغلة طبعاً تكون رغم نابع يعني ما إرادة. تماماً إرادة وتصميم واستمرار بهذه المسألة، وهذا الشيء مقدور عليه. أنا متأكد إنه إذا إحنا إذا في نية عن أي شيء عن التدخين أو أي شيء سيء لصحتنا، خصوصاً بعد ما عرفنا نحن مضاره وتأثيره، شفنا غيرنا بجوز أنا ما صار لي شيء بس شفت غيري اللي صار له شيء من وراء التدخين، يا ريت فعلاً نتعظ ويكون هذا سبب مهم ورئيسي إنه أنا ابتعد عن التدخين. فالتصميم والإرادة رقم واحد. رقم اثنين، شخص المدخن ما فيك تقول له قطع التدخين، فيك تقول له نبلش نخفف التدخين. رح اعطيكم انا شغله معلومه صغيره، اشخاص المدخنين لما تجيهم انه تبع مسميه جاي على باله السيجاره او هي الرغبه بالسيجاره او يدخن سيجاره تمام، تستمر تقريبا من 3 لـ5 دقائق متعارفه عليه. يعني انا ما انا كمدخن هلا اجت على بالي السيجاره 3 لـ5 دقائق انا لازم اسحب سيجاره قولا واحدا، انا شو ممكن اعمل بهيك طريقه؟ وبتمنى انه فعلا نحن نجرب نطبق ونشوف. عم بحكي تجارب شخصيه انا مع اشخاص كتير، مو مجرد علم او شو صحيح. بيقول صحيح. انه نلتهي نحن عن هالمساله. لما انا اجتني هالرغبه اني انا حابب هلا ادخن او اسحب سيجاره، لهي نفسي باي شيء، قوم امشي، قوم اقرا، افتح موبايل، اشوف تلفزيون، اسمع غني، لهي حالي. مجرد ما مرق 3-4 دقائق صدقوني ما سحب سيجار راحت هي الرغبه، رح ترد ترجع مره ثانيه بعد شوي. يعني حاول اتبع هالطريقه هي، اني انا اذا ما خلتني اترك التدخين او انقطع عنه خفف قدر الامكان. في ناس للاسف ممكن تدخن 40 سيجاره او 60 سيجاره او ممكن اكثر، مشكله مشكله مشكله. فنحن اذا مجرد ما خليناه يخفف الكميات فهذا يعتبر انه انجاز لانه طبعا بيه. قبل ما يكون لنا. فهيدي كمان احد النصائح المهمه. صدقوني الرياضه، رياضة غير انه احنا طبعا انا بعتبرها علاج فعال تقريبا كل مشاكل الحياة بما فيه المشاكل المرضية الجسدية والنفسية والجمال والنشاط والشباب. صدقوني مو مجرد حكي، يعني هذا متعارف عليه اكيد، وانتوا معي بهذا الفكرة مزبوط اكيد. فبالنسبة للمدخن لما اجى على التمرين عم ضيع له ساعة او ساعة ونص بخلال مو ضيعون يعني ضيع عن التدخين التهى بهذا الوقت، فهو ابتعد عن الدخن حوالي ساعة ساعة ونص. هي أول شغلة إنجاز جيد. ثاني شيء الرياضة بتحسن له من صحته الجسدية ومزاجه، بتقوم على تنظيف الجسم وخصوصا من الداخل ومن الخارج، فعم يتخلص هو نوعا ما بعملية التنفس وتحركات حركة الدورة الدموية عم يتخلص من آثار السلبية القديمة السابقة بحياته. معنا وقت نكمل شوي يعني ولا؟
هلا نحن انتهى وقت برنامجنا بس اخذنا يمكن اهم النصائح ل يلا كنا بدنا نحكي على شوي الفيتامينات معادن ممكن لا نحكي على الفيتامينات والمعادن ولكن بحلقتنا الثانيه لانه يعني ما ضفنا اي موضوع طويل هو شوي ما بتعرفوا المساله بس اما اكيد باختصار كلمتين اذا تسمحوا لي اكيد كلنا بنعرف مدار كثير كبيره يا ريت نقدر نبتعد عن هالمدار لنكسب صحتنا ونكسب مالنا كمان بنفس الوقت صحيح احنا بنتشكرك دكتور جورج المعلم المدرب الرياضي على وجودك معنا والمعلومات القيمه شكرا لك نتشكر وجودك معنا كوتش جورج ان شاء الله هيك يا رب يكونوا المشاهدين استفادوا من حضرتك انا بقول لك كوتش ودكتور بس كوتش قبل دكتور خلي بياكي سامي خلي بياكي شكرا كثير لك وهيك يا زينب بكون صباحنا لليوم وصل للختام ان شاء الله نكون قدرنا نحقق الافاده لكم مشاهدينا بدنا لكم نهار يحمل بقيه الحب الامل الطاقه الايجابيه وكل السعاده وكل شيء حلو نلقاكم يعطيك العافيه زينب يعطيك العافيه سالي واكيد تحيتنا الاولى والاخيره دائما بتكون لابطالنا بالجيش العربي السوري الله يحميكم بريف ادلب وان شاء الله هيك دائما الله ينصركم ويكون معكم يا شباب وان شاء الله هيك تكون حلقتنا نالت اعجابكم مشاهدينا تابعونا الساعه 1 بالاعاده اذا ما قدرتوا تحضرونا صباحا ضل بالف خير وباي باي باي